أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل كثير الوسواس في الوضوء، وخاصة عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فما هو الحد الشرعي لهذه الأعضاء الذي أنتهي إليه وأقطع الوسواس؟ وهل تجب الغرغرة في المضمضة؟ الحد الشرعي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، توضأ والناس ينظرون إليه ورووا صفة وضوئه، فعليك أن تراجع الأحاديث الصحيحة وتعمل بها. والوضوء يعني غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا، هذا الأكمل، ولا تزد رابعة، رابعة بدعة. والمجزي مرة واحدة تغفي على العضو، تغسل العضو كله ولا يبقى منه شيء، يكفي مرة واحدة. وأما السنة ثلاث مرات. نعم.